الاحباب كل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال بحثنا نسرين الزميتري اخصائيه التغذيه. مرحبا بك نسرين. عسلامه فاطمه. شكرا. الحمد لله. الحمد لله. اليوم نحكيو على اسفل البطن والصعوبه نلقاوها باش نحيو اسفل البطن. اليوم كنت تعطينا اليوم الحلول ان شاء الله تعطينا الحلول. لان ان شاء الله جايه قدرة على الجيت ان شاء الله يسمعوني ويتبعوني ان شاء الله قدرة ربي فما كان الخير. اكيد. دونك كيف كيف نرحبوا بالاستاذه فاتن سويد. دونك مرحبا بك فاتن. بخير. صافا. الحمد لله. دونك اليوم نحكيو على قرار الهدم كيف يامر به رئيس البلديه، كيفاش تم التنفيذ وغيره. او صعوبات بيان سيغ فما برشا صعوبات. دونك خلينا نبداو التغذيه كان تحبوا مع نسرين سميتري. نسرين اسفل البطن علاش هو ديما نلقاو فيه صعوبه؟ بالضبط خلينا نفسر لهم ساعه. هي الكرش تطلع في وسطها شحم كلكو سوا، هي رايسي ايغيديتيغ، برشا عباد يعملوا الشحم في وسط الكرش اكثر من انه يعمل في سقيف والا في وجهه، بتلقاها اكثر في الكرش. الحصه الفارطه حكينا عليها وقت حكينا على الشحم، هما زوز انواع نتاع الشحم، سواء باش يكون في ليفيسيغ وين لي زورغان من داخل الكبده المشحمه والكل، ما نذكرش وقت عطينا الحلول نتاعنا اللي قلنا عليها الحلول نتاعهم ساهلين برشا، ما فيهاش دواء، كان الريجيم اللي قلنا عليه في سبع جمعات قدرة ربي الشحم اللي في الكبده ولا في ليفيسيغ يتنحى. الشحم الثاني اليوم احنا باش نحكيو عليه هو الشحم السوبرفيسيال السوكوتاني اللي تحت الجلده الملموس اللي احنا نجمو نمسوه. بالضبط. والاصعب اليوم باش نحكيو عليه هي لو با دو فونتخ، الكرش اللوطانيه بالكل، خاطر تنجم او نيفو المعده والكل الشحم هذاك ينقص، مي تقعد كل البونت اللي احنا نقولوا شومبريلا ابدومينال هذاك يقعد، هذيك هي صعيبه برشا وتلقاه عامل ريجيمات وتلقاه يقول لك نعمل في سبور وشبيه ما تنحاتش. اليوم باش نقول لكم حاجه، راهو فري صعيبه برشا ويلزمكم تعرفوا راهي تاخذ المده نتاعها ما بين الاربع اشهر حتى لست اشهر. يعني اللي باش نقولوا راني اليوم مش راهو في شهر باش تلقى راهو بدنك محلي ولا كرشك تتنحى، بدنك تنجم تلقى محلي ما كرشك تاخذ وقت ما بين الاربع اشهر حتى لست اشهر، شويه صبر. هالكرش هذه احنا نسميوها لو فونتر هرمونال خاطر مشاكلها الكل هرمونات. كي انا اليوم باش نفسر لكم تو ساهل برشا تو توليو تعرفوا شنو اللي باش تاكلوا ما تاكلوش. اللي يدخل اون جو هاللي زهرمون هذوما اكثريتهم هما ثلاثه هرمونات، فما اكثر من اليوم باش نحكيو على تخوا زهرمون. هرمون الانسولين اللي ديما انا نحكي عليها اللي هي البنكريا هي تفرزها وقت اللي تلقى السكر، تلقى العبد ياكل السكر تخرجك الهرمون الانسولين هذيك. الهرمون الثانيه اللي ديما تتبع فيها هي هرمون الكورتيزول، هرمون الستريس. هذاك يقول لك راك شبيك ما ضعفتش الايامات هذيا شبيك، يقول لك راني ستريسي، راهي زاده كيف كيف صحيحه، راهي هرمون الكورتيزول كي تطلع راك ما تضعفش. فهمتك. هرمون الاخرى هرمون النمو، لوغمون دو كرواسونس، اللي هي عكس الانسولين وعكس الكورتيزول. الانسولين والكورتيزول كي يطلعوا هما هرمون النمو تهبط. اللي هي يعني اش معناها هرمون الانسولين كي تطلع والكورتيزول يطلعوا، دوك راني باش نسمن واكثر سمنه باش تكون في الكرش والكرش اللوطانيه. الهرمون نتاع النمو كي تطلع راني باش نضعف، هي تطلع وهما يهبطوا، العكس بالعكس. على ذاك اليوم احنا باش نحكيوا عليهم ثلاثه. بيه يلزمني انا شي يلزمني، يلزمني نهبط الانسولين ما خليهش طالع في بدني. دونك كي نقول الانسولين يعني صحيتك، يعني ما لازمنيش ناكل كل ما هي سكريات، السكريات من السكر الابيض من الحلويات لي باتيسخي والكل، وكيف كيف زاد الخبز وما تابعوا اللي اي حاجه في وسطها السكر. حتى كي نغديت العجين، تعرف العجين في وسطه السكر العجين هو. اما راهو كي ناخذ كسكسي ولا ناخذ روز ولا ناخذ مقرونه ولا ناخذ رشته ولا نواصر، لازمها تكون في وسطها حاجات اللي باش يطيح السكر اللي موجود في وسطهم اللي هما الالياف، يعني لازم تكون في وسطهم الخضره. يعني ما ناكلش كسكسي بلاش خضره، يلزم البصله تكون موجوده، الخرشوف يلزم يكون موجود، الكروم يلزم يكون موجود، القرع الاخضر يكون يلزم يكون موجود، البيتنجان نجم نرميه، نجم نرميه حتى البيتنجان في المقرونه ما يصايبش مطعم هو القرع الاخضر. كل الالياف هكوما ما يخليوش السكر يطلع في البدن، دونك الافراز نتاع الانسولين ما يطلعش برشا. واضح؟ مكتاف احنا توانسه، دونك مانيش بنقول لك نحي الكسكسي ولا حاجه، داكود لازم باش تجيك مره في الجمعه باش تاكل ان بلا في بحدا امك، بحدا مع العائله، نطيبوا شي كسكسي ديما الخضره هذيك تكون موجوده. واضح؟ هرمون الانسولين زاد كيف كيف كي تطلع تطلع معها زاد حتى من هرمون الكورتيزول اللي هي هرمون الستريس. كي نبدا ستريسي لازم نبعد على ستريس. اش معناها نبعد على ستريس؟ ساعات يقولوا لي احنا كي بدا ستريسي ما نجمش نبعد على ستريس، فما برشا حلول. بالضبط صحيتك فاطمه، هذيك هي التنفس نتاعنا. راهو الشحم انا نجم نكون شاده الريجيم نتاعي وما وصوم فوت لقاني حتى ريجيم ايبر بروتيني، يعني كله عامله سلايت والمشوي فطور وصباح، دوك وتلقاني ما ضعفتش حتى جرام، قاعده ستابل، يقول قايل علاش نشرب في الماء ونعمل في سبوري وناخذ في الريجيم هذاك، امانه تلقاني اونتخ تون الوقت هيك كله ستريسي على اعصابي
اول حاجه الاستخيس الساهل برشا واللي برشا صاير عليهم يقول لك انا زعما نضعف اليوم زعما باش نضعف زعما باش نحكي له هيك بركه سي دو ستريس هيك يطلع الهرمون الكورتيزول ابار ستريس الدنيا يعني حتى ستريس هذا صغير. شنو يلزمني ديكو نحس روحي هكا ستريسي يلزمك تخرج من ستريس، ستريسك تخرج تجري تعمل جاريه تمشي تعمل سبور فماش بوسيبيليتي باش تخرج تحط الغناء تحط تشطح تجبد على اليوتيوب وتحط تعمل ديز اكزرسيس اي سورتو كيما تو في الصوره هذه لو غيناج الغيناج راهو سبور اكسيلون 15 مينوت بركه اما هو سبور انتونس على الاخر هاي انتونسيتي انترفال ترينينغ طياره على الاخر يحرق برشا الدهون اي سورتو في البطن السفلي فوالا دونك نشرب برشا ماء ونتنفس يعرفوا يقول لك تبدا ستريسي تنفس بالكدا تنفس من كرشك تتنفس يعني ندخل الهواء نتاعي من خشمي ننفخ كرشي وبعد كي نخرج الهواء يزمو يخرج من فمي ندخل كرشي هذه هو عمليه التنفس هذه هي صحيحه ما احنا كي نبداو ستريسي واحد يبدا على اعصابه والا سيختوك يعمل سبور ولا يعمل جيناج يجيب شي يصلح به يجم يفزدها خاطر التنفس نتاعو خايب يزمك حتى كي تجري وتعمل سبور تعمل تنفس صحيح نتاعك بالنسبه للتنفس انت ذكرت لي تنفس خنقول لك يلزمك 10 تنفيسات الصباح و10 قبل ما ترقد يعني وانت فوق الفرش الونجي راقد تدخل الهواء من خشمك تخرج كرشك وبعد كي تخرج الهواء من فمك تدخل كرشك لو ماكسيموم دو فاسون تلقى روحك الميسكول نتاعك شديتو على الاخر والتنفس نتاعك صحيح على خاطر 75% من الشحم اللي يتكسر في بدني بالريجيم اللي نعم فيه باش يخرج سو فورم دو سي او 2 مع السي او 2 باش يخرج حتى في السبور يقول لك تجري حتى ولا حاجه نفس صحيح 25% اللي قاعدوا شحم ني باش يخرجوا مش باش يطير باش يخرج يا من التنفس وال 25% الاخرانيه اللي قاعده باش يخرج دخولنا للتواليت التبول نتاعنا سواء البوله الكبيره ولا الصغيره. هي واضح؟ بي دونك نمشيو لهرمون الكرواسونس. هرمون الكرواسونس وقتاش تطلع في بدنا؟ وقت الانسولين تطيح. في النوم في بالي ليه؟ وفي النوم زاد اكزاكتومون. خلينا نبدا بالكلمه نتاعك انت النوم. النوم النوم قد ما ترقد تعمل الست ما بين الستة لثمانية سوايع للعبد اللي احنا هكا لي زادولت والصغيرات العشرة سوايع يلزمهم يعملوهم مينيموم دونك يلزمك كي ترقد ترقد في وقت نتاع النوم يعني وقت الليل يلزمك ترقد اما مش تعملي 10 سوايع ترقد وجوه صباح وبعد تقوم ما ثلاثة نتاع القايلة وتقولي هاني رقدت عملتها لا لا هذيك الهرمون نتاع الكرواسونس ما تخرجش كان في الليل وقت اللي بالحق القمرة تبدا سبحان الله وي. سبحان الله دونك يلزم ترقد نعطيك حل زاد النوم يخرج وقتها الهرمون نتاع الكرواسونس وقتها الانسولين بطبيعتنا ما ناكلوش دونك هرمون الانسولين طايحه وقتها البدن يحرق تفوت حتى 600 محريره وانت راقد في وسط النوم فهمتك علاش هذاك علاش يجينا الجوع قبل ما نرقد بوتيتخ دونك ريتك الجوع انت هاك جبت قبل ما انا باش نقولها خلي روحك جيعانه كي باش ترقد يقول قايل علاش خاطرنا باش نرقد باش نحرق الدهون نتاعي ما نحرقش الدهون اللي كليتها مش نتاع العشاء خليني نحرق الدهون اللي عندي في بدني فهمتك تحب تضعف وتحب تنحي الكرش ارقد جيعان بيه تقول لي ما نجمش نرقد راني جيعانه وشنو اللي نعمل ساهل برشا اشرب الماء غش روحك بالماء ما هو المعده هي فارغه غش روحك بالماء والماء نتاعك يبدا في وسطه القارص والجنجمبر اللي هما باش يعطيوك سونساسيون والقرفه زاد كيف كيف يعطيوك سونساسيون نتاع شبعه وام ميم طون خاطر يشبع كيما القرفه تعدل السكر كيما الجنجمبر اوسي والقارص في وسطهم حاجه في وسطهم دي سيبستونس انا تحرق لك الشحم نتاع الكرش اللوتانيه. هي وقلت لي بكري الانسولين معناتها كيف يتيح لهنا تطلع النمو كيفاش اسكو فما حاجه نشربهم ماكله بوتيتخ ناكلها الانسولين باش يتيحش معناها يعني انا ينخلي روحي ما ناكلش اللي هو الصيام العكسي لو جون انترميتون اللي هو من احسن في الدين نتاعنا ديجا صوموا وتصحوا الصيام العكسي هذا هو العكس يعني احنا باش نفطروا في النهار ونصوموا في الليل العكس رمضان ولا عندي زوز اوقات نستعملهم اللي هو ناخذ فطوري وناخذ العشاء نتاعي نعمل ديكالاج ما بيناتهم تاع 6 سوايع يعني كيما نقولوا 18 ساعه نقعد صايمه و6 سوايع هكما اللي باش نفطر فيهم بالضبط دوك 18 ساعه وانت جيعانه سي نورمال الانسولين مش باش تخرج ما فماش السكر طالع ما فماش ماكله اللي تدخل لي سكر باش نخرج انا الانسولين سي تو تافي نورمال الهرمون نتاع الكرواسونس باش تطلع هي تطلع وانا نضعف هي لا برشا يعني احساس كي تحس روحك جيعانه تبدا فرحانه نورمال ما فهمتش ما تبداش خايفه تقولي تيح لي السكر اي سورتو اللي عنده زايد في الميزان ما تخافش راهو من السكر راهو كان طاح السكر بعد اوتوماتيكمون وحده يطلع وديما نقولها علاش في رمضان كي يتيح لك السكر ما تتقلقش يعني مع جماعه صايمه ونشد
تشد روحي حتى تشقان فطر امورك مريقله. علاش كي تبدا في سير الايام وقتها تحس وتقول تحلي سكر والقلت ودخت نفساني راهو سي بسيكولوجي. وقت تعرف كي واحد يقول لك يا وجهك اصفر بخاره في حال تولي تحس روحك مريض اصفر ومريض هو لي بالحق. فوالا الماكلات اللي باش يطيحونا الانسولين بيان سور هما الالياف اللي كنت نحكي عليهم انا. يعني نركز برشا على الخضره، السوار هو السبناخ في وسطه برشا الياف، في وسطه الفيتامين سي ده يعاوننا على ما يخليش السكر يطلع في الدم، في وسطه الفيتامين دو غروب بي اللي هي تعاون برشا قد ما ناخذوا الحاجه اللي لونها خضراء نلقاو الفيتامين دو غروب بي كيما لافوكا كيما السبناخ كيما البروكلي والبروكولي الاخضر هذاك. الفيتامين بي 6 ساعه تقوي ليمينيتي، السيستيم نيرفوز زاد نتاعنا يتحسن على الاخر، وحاجه اخرى تعاوننا على الاخر انه يكون الهرمون التستوستيرون. قد ما تكبر هرمون التستوستيرون قد ما انت تضعف وتنحي الشحم اللي في وسط الكرش نتاعك. هي ديجا وفما زاد القرفه حسب ما نشوف القرفه اللي حكينا عليها قلت لك في الليل قبل ما نرقدوا وقت نحس روحي جيعانه تعمل القرفه تعاون على الاخر. الزنجبيل زاد كيف كيف والقار الزايده. شربين الماء ديما كالعاده انا نقول شربين الماء، نبعد على كل ما هو حلو كل ما هو زاد المقلي كالحاجات الاندستريالك الباكويت اللي بيسكوي والحاجات كلهم الاندستري والجو والجازوز والحاجات هذوما الكل يقلقوا. تعرف يقلقوا خاطر غيانكو يعملوا فيرمونتاسيون في الكرش. كل ما تبدا كرشك متقلقه قد ما تكون منفوخه انت كي تراها منفوخه وشاده ريجيم تستريسا الكورتيزول يطلع معاه الانسولين هرمون الكرواسونس تهبط. شيء سي ما عملنا بلوكاج وهيك هو اللي يصير. العباد الكل تقول لك عملت بلوكاج اي فك عليها من الريجيم اللي هي الحقيقه اخي بحاجه بالعكس تاكل صحيا وتشد صحيح ويسوفي تفهم هكا المعلومات هذيا تا واحد يريقل اموره ما يخلقش بالكل. ديما تجينا بالحاجات المزيانه نسرين از ميدري اخصائيه التغذيه. خلينا نمشيو بحذا لي شيف وين فما التغذيه اللي بالقوي معنى. مشكورة فاطمة كيف ما قلت الكوجينة تستنى والشيف فتحية باش تشوفوا معاها توا الوقت نتاع جو نتاع المشمش. الوغ جو المشمش فما كل واحد كيفاش يقدو، فما اللي يطيبوه قبل ما يرحيوه، فما اللي يحبوه فغي فغي كيما نحبو أنا معصور مرحي كيما أنا نحب. الوغ هنايا نحط مغرفة ولا اثنين سكر، ديما نحط القارص خاطر أونتي أوكسيدون في لي جو الكل نحط القارص. القارص ما يخليش الغلة تكحل تسمى أنتي أوكسيدون. نجي نحط ماء معدني فوق هذا الكل ونجي ماكينتي بالطبيعة أوفيزا نجي نرحي هذا الكل يجي لونه مزيان. هذاك اللي اسمه لون مشمشي. لون المشمشي. ما فما لون اسمه مشمش. فما اللي صفيه زاد فما اللي صفيه، لكن هو احنا تو مازلنا كي بدينا المشمش معناها عنده حكايه ميم با شهر من اللي بدا، معناها مازال ماهوش في لومبرو، ما فيهش كل خيوط، ما فيهش نجموا تو نستعملوه فريشك ونشبعوا به، خاطر راهو المشمش ما يدومش في ساعه في ساعه، شهر شهر ونص شهرين. ومشى المشمش الوغ بروفيتي اشربوا شربوا صغاركم جو هكا ساهل وبسيط تقدوه بالوقت نجموا معناها تخدموا المشمش. هو كيفو كي الفغاز يتكنجل كعب معناها تنحى القلوب ويتحط له عصره قارص خفيفه ويتحط في الكونجيلاتور راهو يتكنجل اجبد ورحي وهو كونجل. يعطيك الصحة مشكورة الشيف فتحية. وبلاندير كيف ما هكا من عند بلاندير وفيزا وفيزا دونك اكيد القوة حتى كان يبدا كونجلي يترحى هذه الميزة فيهم. نحب نقول يلزم يستناونا في الحلقات الجاية باش نوريكم طريقة السيتروناد اللي يستناو فيها الناس كل. يعطيك الصحة مشكورة الشيف فتحية شواشي. أنا مشاهدينا معاكم مكمل بعد ما حطينا كعبات الميني كيش يطيبوا توا جا الوقت نتاع الفيرين اللي باش نعملها. أنا خذيت ديفيرين كونيك هكا من عند لا فورم هذه تاع الفيرين والماتيير اللي هي اليمونتير تلقاوهم الكل عند سيير. نعرفوا لي سيير تبيع حتى الميني هذوما لي فيرين تبيع لي بروشيت تبيع الماتيريال نتاع البريزونطاسيون بور لي بوفي ولا لي كوكتيل وغيره. دونك اكيد سيير تدللكم مشيو لها تلقاو عندها اللي تلوجوا فيه الكل. انا مشاهدينا قلت الفيرين اورينتال اليوم كي نقولوا اورينتال نقولوا الحمص نقولوا المتبل نقولوا اللبنه نقولوا دونك انواع هكا نتاع دي صوص وغيره نجم يكونوا في الليفيرين. اخترت اليوم نعملها بالفول دونك اللي هو يستعملوه في الشرق برشا. باش نعمل كيما السلاد باش تكون هي الباز في الفيرين باش نحط معاها شويه بصل باش نحط معاها طماطم مقصوص مكعبات هكا
باش نحط معاهم كسبر اخضر قصيته طريفات كسبر هذاك باش ما نخليش حتى الفول يعمل الغاز وغيره يتخلط مليح نزيد عليهم شويه بركه كزبر كما هكا نعمل لهم زيت الزيتونة اللي موجود في حكة التن البدر الحكة الزرقاء اللي هو زيت زيتونة اكسترا فيرج ممتاز في نكهة التن هذيك باش تتعدلي للفيرين معها هي لابد عصيرة قارص باهية معها المكونات هكا يعطيونا لاسيديتي في وسط السلاد متاعنا اللي باش تكون في الفيرين عليهم نعمل شوية فلفل أكحل شايشة صغيرة ملح مكثرش هكا وباش نحط كمون دونك الكمون باش يعطي نكهه ممتازه مع الفول هذايا هكا امورنا واضحه يتخلطوا هذوما الكل وباش نعبيهم في وسط الفيرين من بعد ترجعوا لي باش نشوفوا الدوزيام انغريديون اللي باش يكون في الفيرين شنو نحكي لكم عليه وخاصه كيفاش تعمل تو نقول لكم عليه كيفاش باش نكملوا نزينوا انا هذوما الكل باش نعبي بهم الفيرين نتاعنا بهالطريقه نخلي فيهم شويه خاطر ثم ان دوزيام انغريديون تنشوفوه دونك هكا عندي ليفيرين الكل لازم يتعباو فيما رجعنا لفاطمه ونجي نقول لكم على الدوزيام انغريديون اللي باش نعملوه في ليفيرين وكيفاش نزينوه. مشكورين للشيف خلينا نذكروا الناس اللي تحب تمشي تعمل كروازيغ انه فما اجونس في تونس فريمون بروفيسيونيل في الحكايه هذه دونك اللي هي اورانج كروزز اللي تنجم تطلبهم على 50 211 787 تويكا نحكيو على باتو اخر اللي هو كوستا اللي نجموا تدخلوا السيت ويب نتاعهم وتختاروا وين انتم تحبوا تمشيو بيان سور بالتنسيق مع اورانج كروزز نجم تسهل لكم المأمورين نعاود نذكركم انه الكروازيغ مع كوستا راهو الاسعار انطلاقا من 2 ملايين و900 فيها سوم بالطياره دونك اكثر معلومات تطلبوا اورانج كروز سمحنا تويكا خلينا نخليكم تستمتعوا بالسبوت هذه تابع اورانج كروزس. حب تنسى التعب وتسافر وين ما تحب الحل عند كوستا كروازيغ اللي تدور بيك العالم وانت في باتو مرتاح. انطلاقا من 2 ملايين و900 دينار فيها سوم الطيارة. بيان سور الخلاص بالتقسيط. ادلال كما العادة ما نلقاوه كان مع اورانج كروزس اللي تنجموا تطلبوهم على 50 211 787 والا تزوروهم في 7 ناج ابن الجزار لافايت. دونك رجعنا تويكا للبلاتو نحكيو مع الاستاذه فاتن سويد اللي اليوم تحكينا على تنفيذ قرار احنا كنا في كروازير نحكيو على تقرير رئيس البلديه وهدموا الدنيا كل قرارات يقول قايل وقتاش شنو الحاجات اللي يؤمر فيهم رئيس البلديه انه يكون فما هدم اسكو ديار شنو بالضبط وينت قبل ما نجاوب على السؤال هذايا لابد من حط نوضع المساله في اطارها. مقياس من احد مقاييس تقدم الشعوب وتطورها هي احترامها للتراتيب العمرانيه. اش معناها؟ معناها انا كي نشري قطعه ارض باش نقيم عليها عقاري ما نجيش نبنيها الكل. فما نسبه نتاع نسبه من الارض من حقي نبني فيها، فما حاجه اسمها مسافه تراجع، فما حاجه اسمها عدم كشف على العقار المقابل، فما حاجه اسمها احترام المناطق الخضراء، فما حاجه اسمها احترام المناطق الصناعيه، ما نجيش انا نبني دار في منطقه صناعيه ولا العكس، بالعكس معمل يجي ينتصب في حي سكني. هذه هي الفكره العامه، الفكره العامه هي الموازنه بين كما نقولوها بين لي زانتيغي بين هالموجبات هذه.
جات مجلة الجماعات المحلية وأفردت رئيس البلدية بسلطة، سلطة استصدار قرارات الهدم، قرارات الهدم بخصوص البناءات المخالفة. عندنا حالتين تكون فيها البناءات المخالفة في المناطق البلدية. الحالة الأولى يا إما السيد صاحب الملك مشى تحصل على رخصة بناء ولكن عند التنفيذ خالف هذه الرخصة. هنا خالف والبلدية تراقب، مصالح البلدية تراقب، ترفع مخالفات، ثم رئيس البلدية يتخذ قرار في رفع هذه المخالفة، يا إما يمهل الشخص يقول برا سوي وضعيتك، يا إما في صورة عدم الامتثال نمشي لإصدار قرار الهدم. الحالة الثانية هي الشخص اللي قام بالبناء هذا لم يتحصل على رخصة البناء بتاتا. في هذه الحالة دون جدال هذا الـ يعني البناء خارج عن القانون، مخالف للقانون، أكيد يتسبب في أضرار للمجموعة العامة، معناها المجموعة المتساكنين والمحاذين، وبندور ومن واجب رئيس البلدية إصدار قرار هدم. قرارات الهدم هذه فيها إشكالات بلخص مع صدور مجلة الجماعات المحلية الجديدة. في السابق كان رئيس البلدية عنده سلطة إصدار قرار الهدم من ناحية، ثم كانت الذراع الإداري أو الجانب الإداري أو نقوله التنفيذي في البلدية كان تابع البلدية وكان تحت سلطة رئيس البلدية. كان من السهل المتابعة والحرص والسهر على تطبيق قرار الهدم. بعد نقوله بعد الثورة صدرت مجموعة من القوانين، مجموعة من الأوامر من ضمنها الله غالب فما حاجات منطقية وفما حاجات ما ساعدتش على التطوير. من ضمنها جاء قانون ونزع جهاز اللي كان تابع للرئيس البلدية اللي هو معناها جماعات نقولوا احنا شي يجيو طبقوا القانون. كانت عندهم اسم الجهاز الترتيبي، عوين الترتيب، باش عوين الترتيب، عوين الترتيب هذا هو جهاز عوين الترتيب. تم الحاق هذا الجهاز تماما بالامن بوزارة الداخلية، واصبحت الشرطة ما يسمى بالكوغ هذا جديد لا يرجع بالنظر لرئيس البلدية. رئيس البلدية هنا ولا فما فراغ. رئيس البلدية فقط يصدر قرار الهدم، ينسق مع الشرطة البلدية ويحيل هذا القرار للشرطة البلدية، وللشرطة البلدية اللي ماش ترجع بالنظر لسلطة رئيس البلدية في المتابعة به وفي التنفيذ، ولت الشرطة البلدية هي التي تسهر على تنفيذ هذه القرارات البلدية، مما خلق صعوبة في التنسيق، صعوبات في التنفيذ، حتى وصلنا إلى إصدار قرارات دون تنفيذ. وهنا الوحدة طرحت السؤال هذايا في المسألة هذايا كي صار التشتت هذايا في الصلاحيات وفي السلطات، ضاعت مصلحة المواطن في الوسط. يعني أنا اليوم عندي جار تعدى على ملكي بناء دون رخصة بطريقة أضرت بمصلحتي، مشيت شكيت صدر قرار بالهدم، ما تمتش حدود رئيس البلديه ويقعد المواطن يتبع كان في رئيس يقول البلديه. يقول علاش رديناه احنا تبع الداخليه؟ هي خيارات. لا ما اكيد فما احداث صارت استاذه اللي خلتنا معناتها ما نعرفش انا نوليو نقولوا خليها للجهاز الامني اكثر منه ربما جهاز في فتره ما وقت اللي كان تقويت هذا الجهاز وجعله ربما خوفا بعض التفاصيل ولتقويت هذا الجهاز. كان من شافت الدوله كونه من الاجدر كان كونه يكون تابع ويرجع النظر للجهاز الامني، الجهات الامنيه المختصه. ممكن برشا حوادث شفناهم مع تقبل أكيد. معناها أكيد. اللي ما كان عنده ما يبرر واللي ما نعرفش هذيك جاي بعد. فعلا المواطن توا ولا يلقى روحه في وضعيه لا يحسد عليها، ويبدو كونه الاخطاء احنا نشوفه يوميا. المواطن ولا ما يتبع الا البلديه الاجهزه التابعه للبلديه وينسى الجانب الثاني، الضفه الثانيه اللي فعلا التنفيذ يسهر عليه و هو يطبق القانون فعلاً. مش رئيس البلديه بالضبط. هذا هو رئيس البلديه يقول لك انا عملت
كل ما في وسعي أحلنا القرارات، وفرنا المعدات، وفرنا الأعوان. الكاتب العام كان موجود، ولكن الله غالب لأسباب معينة جات الشرطة، معناها القوة العامة كانت موجودة، لكن لأسباب أخرى ما نعرفوهاش، ربما سوء تنسيق، ربما ما نعرفش أنا، ظرف اجتماعي ما كانش يعاون على التنفيذ، ما وقعش التنفيذ. هنا يلقى المواطن روحه في فراغ ويقول القانون ما حمانيش. معناتها هما بتدخل الفكره كانت اللي هو رايين خير من راي، انا نقول بتدخل هكا، معناها هذا مخيش قال لي، معناها انا رئيس البلديه يجي يامر بالهدم نتاع حاجه، ينجم انا الجهاز الاخر يجي كما انت قلت اسباب اجتماعيه، اسباب هات ناخذوا بالراي، نزيدوا نستشيروا وغيره، معناتها رايين خير من راي، خير من اللي خذ القرار ديريكت يمشي يهدم. احنا تويكا باش نتعداو نحكيو على صعوبات التنفيذ، شنو هي صور صعوبات التنفيذ؟ اللي هما يعانيوا منها ديجا. واللي يعاني منها الشرطه البلديه، الجهاز المكلف بالتنفيذ. لذلك علاش قلت لك انا حبيت انا نطرح وضعيه المواطن اللي يضيع مصالحه في الوسط، ما يلقاش روحه، شكون يتبع؟ المسؤوليه ترجع على شكون؟ هل يتبع رئيس البلديه ويقعد سنوات يقوم بقضايا تجاوز السلطه؟ باش يربح في الاثناء البناء تم، ولا الجار ولا المواطن المخالف اسكن به، او يتبع الجهاز الامني. وهنا الصعوبات اللي يعاني منها الجهاز الامني؟ عند التنفيذ، وهنا نقول اللي المواطن المخالف لسوء الحظ ولا وعي اكثر من صاحب الحق، نشوفوا اللي فما نوع من سوء النية، نوع من التعسف، نوع حتى ما حبش نقول هالكلمة، نوع من حتى الجشع. يسعى المواطن المخالف بكل الطرق كونه يربح الوقت، كونه يضمن كيفاش يعمل، يطلع صف العجلة كيفاش يعمل بطريقة أخرى. مثلا عند وجود صعوبات في التنفيذ يسعى المخالف إلى الإسراع بالسكنة. يوم التنفيذ الصعوبة الأولى اللي يتعرض لها الجهاز الأمني الدخول لهذا المحل. المحل هذايا ولات فيه مصالح، ولات فيه حرمة، ولات فيه أطفال، ولات فيه شنو نعملوا؟ هنا فعليا يقع إيقاف التنفيذ وقتيا، وإلى حين الالتجاء إلى معناها إلى المحكمة للحصول على إذن بالدخول لهذا يعني العقار ولهذا المسكن، وهذا فيه تعطيل فعلي. لكن شفنا معناتها حتى في الفيسبوك استاذه، معناها فما عباد بنات وخسرت فلوس، واللي تحب انت وقت اللي سيقروا قرار الهدم سيقروه، معناها تمت الهدم. هي المسألة، هي مسألة إرادة. ليه معناها هي حكيت التنسيق بتيت فما لكن فما تهديم، فما تهديم. احنا كي نجبدوا الموضوع هذا، رانا صحيح فما حالات كما يقولوها حالات مرضيه تلفت الانتباه، وهذا اللي يخلينا نحكيوا عليه الموضوع هذا. لكن فعليا يوميا فما قرارات تتنفذ، اي فوالا هذاك يوميا فما قرارات تتنفذ. لكن نرجع ونقول كي ما يتنفذش قرار على 6 قرارات فما خلل. أنا فهمت اللي هو ممكن في سرعة التطبيق، أنت تحكي هنا خاطر ياخذ وقت الشرطة البلدية باش تطبق القرار هذايا، بوقتون رئيس البلدية تقع قرار الهدم عنده 2 ولا 3 حتى أكثر وقدم، وأنت وزاد والعقار وقتاش فاقوا به بالضبط. علاش ديما نرجع لدور المواطن، وعي المواطن المتضرر. المواطن كذلك المتضرر كي يقعد بالعام وبالعامين وما يمشيش يشكي، مع بعد يقول بعد يقول انا اجهد له المواطن هذايا، فما اشكال. الاشكال الثاني بخصوص يعني تنفيذ قرارات الهدم، فما وضعيات اجتماعيه، ساعات جيت باش تهدم باش تنفذ قرار تلقى روحك الشخص اللي باش تنفذ عليه من ذوي الاحتياجات الخاصه، او وضعيه اجتماعيه قاسيه جدا، هذا حد يضع حد فعلا لي معناها للتنفيذ. فما ساعه نحب ولا نكره، فما ظرف نحب ولا نكره، تجي ظروف نقول سياسية في البلاد تمنع التنفيذ ولا توخر التنفيذ، وفي هذا مضرة ذاك بالضبط الوضعية والمصداقية. هو الإشكال هو وين هنا؟ الإشكال في المصداقية نتاع القرارات، قرارات الهدم. الثورة برشا ناس بنات ديارها في وبنات حوالتها والإشكال بارتو، أما هدوهم وقت هدوهم، هدوهم وكي نحبوا نرجعوا نعاودوا نهدوا نعاودوا يلا
جهد. حاجة أخرى نحب نقول، وعي المواطن لهنا يلعب دور هام وهام جدا. لابد من معرفة النصوص القانونية، لابد من طرح الأسئلة للناس المختصة وفي الوقت المناسب. ساعة المواطن المتضرر في حد نفسه يتسبب في مضرة وفي استفحال الوضعية بطريقة كبيرة ياسر. نعرفوا احنا جيران ساعة نجي ونعطيو لبعضنا كتيب نسمح لك انت تتجاوز ونتجاوز انا، ثم كي ما نتفهموش في التجمع مثلا نقول لك ما عندك انت مسافة تراجع 4 أمتار يمثلش خلي مترو برك به. في الأثناء أنا ربما يكون كبرت كرشي وخذيت المسافة كاملة. لازم نرجع للقانون ديما، نرجع للقانون ونكونوا واعين، نكونوا واعين أنا نقصد البلدية ونعمل الاعتراضات متاعي في الوقت المناسب. كذلك بخلاف سلطة البلدية في المتابعة والمراقبة ما ننساوش اللي القضاء العدلي هنا يتدخل. أنا كمواطنة كي نشوف جاري بدأ في التجاوز متاعه ما نسكتش، فما آلية اسمها القضايا الاستعجالية في إيقاف أشغال البناء، فما آلية القضايا رفع المضرة، فما اختبارات عدلية مأذون بها من القضاء العدلي تقام. وهنا ما نحكيوش فقط على تنفيذ قرارات صادرة في الهدم صادرة من رئيس البلدية، هناك كذلك أحكام مدنية صادرة بهدم هدم هالبنايات المخالفة. وهنا المواطن يكون لقى إثنية الملائمة باش يحصل على حقه وما يضيعش على نفسه الوقت. مشكورة أستاذة فاتن سويد على المعلومات هذه الكل. ما علينا كان نحترموا القوانين نتاعنا، دونك خلينا نرجع بحذا لشيف. يعطيك الصحة فاطمة، كيف ما قلت نجو نكملوا مشوارنا مع شيف فتحية وفي كوجينتنا في المالح وفي الحلو. دبراتنا ديما ليكم سهلة وما تتكلف. شيف فتحية وين وصلنا؟ أنا دوبا يخرجوا من الكوشة مازالوا سخان سخان يغليوا، نعمل كورنو فيه معجون مشماش تاع سيكام ونجي ونبدا نعمل لهم الجلاساج هذا من غير ما نمسهم، من غير ما نمسهم نعمل لهم جوست وحده يذوب هذاك بالسخانه. واحنا نعرفوا لي معجون سيكام ديجا يعزز مطعم المشمش، اون بليس يعطي منظر مزيان. جوست نزينهم هكايا كيما تشوفوا فيهم بالسخون سخونه، ما يلزمش يبردوا مادامهم سخان. نعملوا فوقهم الاستخاي هذوما بالمعجون المشمش، ومن بعد نتقدموهم باش نشوفوهم كيفاش حضروا. يعطيك الصحه، مشكوره شيف فتحيه. دونك هذوما لي فيتي بالمشمش والكريمه اللي بالزهر من عند سمارت شيف. انا مشاهدينا معاكم باش نكمل. دونك قبيله شفنا كيفاش حطينا الباز نتاع الفيرين اللي هي في وسطها قلنا فول مصري طايب باهي بالقشره نتاعو، حطيت معاه طماطم، حطيت معاه كزبره اخضر، حطيت معاهم بصل، زيت زيتونه اللي نحن من تن البدر اللي بزيت زيتونه الحكه الزرقاء هذيك، وحطيت معاهم شويه كمون وعصيره قارص باهيه. ما تنسوش الملح تعدلوه. هوني فوق منهم عندي الحمص، الحمص هذايا اللي هو حمص منفخ طيبناه، حطينا معاه شويه بيكربونات دو سود من عند سمارت شيف، خليناه طب بالكدا بالكدا، ومن بعد نحيناه من الماء هذاك نتاعو ورحيناه. كريناه خاثر برشا، نزيدوه شويه من الماء نتاعو، ومن المستحسن ترحيوه الرحيه الاولى، تخليوه يبرد بعد ما يترحى بالكدا بالكدا، تخليوه يبرد وتخدموه من غدوه معاه شويه جلاسون كي يتحط يترحى يعطيكم اللون الابيض كيف ما بتشوفوه هنا. تحطوا معاه الطحينه اللي هي صوص سيزام، شويه زيت زيتونه، شويه كمون، اللي يحب يعمل فيه نكهه الثوم ينجم يحط، اللي يحب يعمل فيه نكهه زيت زيتونه كيف كيف، تعدلوا له ملحه وهو تزينوا به الليفيرين نتاعكم من فوق. دونك هكا بالبوش ادوي هذيا ديما من عند سياغ نلقاوهم هالي بوش ادوي هذوما، كيف ما قلت راهو يساعدونا برشا في الخدمه وفي الديكوراسيون، خاصه كي نخدموا الصالي ونخدموا الحاجات هذيا لي بوشي والليفيرين وغيره. هكا نجي للوجه ونعمل عليه بتيت خوزاس نتاع حمص. هذايا الفيرين اوريونتال اللي حبيت نودكم بها مشاهدينا. انا هذوما تلقاوهم بعد شويه على طاوله الماتينال مع كعبات الكيش اللي طيبناهم اليوم. قلنا ميني كيش بالبولي والفخوماج من عند مريح. خلينا مع فاطمه السويد بعد شويه نتقابلوا في كوجينه الماتينال. مشكورين للشيف يعطيكم الصحه. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. عسلامة، مرحبا. عندنا ريزرفاسيون 3 نويتي، 2 ادولت و 1 انفون. عسلامة، مرحبا. حتى احنا كيف كيف.
زاب قداش كلفت ما نعرفش. ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا. تصور 300 ميل دينار اكاهو، احنا 800 دينار اكاهو. كيفاش عملت بربي؟ سامبل برشا، تدخل على سيت ليبرتا فواياج تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش. تسمع باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم، ما تضيعش الوقت، ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. كي يسألوك على الأصل الطيب قل لهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا. صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة ليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوام معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوان دو فونت تاعنا في المنزه 1 والحمامات.